من جانبه قال سفير الصين بالقاهرة شانغ لي إن الجانب الصيني يشعر بالبهجة لما حققته مصر من الإنجازات خلال السنوات الماضية، متمنيا أن يحقق الشعب المصري مزيدا من النمو لبلاده المستقرة. الصين تشعر بالبهجة لما حققته مصر من الإنجازات خلال السنوات الماضية، وأتمنى أن يحقق الشعب المصري مزيدا من النمو لبلاده المستقرة. الصين ومصر باعتبارهما دولتين ناميتين كبيرتين لديهما درجة كبيرة من التطابق والتوافق في استراتيجيتهما التنموية، حيث تم ترقية العلاقات الصينية المصرية إلى مستوى علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى للصين في عام 2014.